حلقة جديدة من لم الشمل وساعتان كاملتان من المواضيع المنوعة معي اليوم أنا وأيهم. مساء الخير لك المشاهدين ومتابعين حلقة جديدة وأبرز مواضيع اليوم. في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدهن، توثيق مقتل آلاف السوريات في العقد الأخير، من يستجيب للاحتياجات الشخصية للباقيات وكيف يساعدهن على ظروفهن الجديدة؟ على خلفية احتجازه المتواصل، الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب الأردن بعدم تسليم الصحفي السوري إبراهيم العواد للأسد، ومراسلون بلا حدود تسأل عمان الإفراج الفوري عنه. وفي أخبار مواقع التواصل الاجتماعي، مباراة الفتوة والوحدة في الدور السوري لكرة القدم تتحول إلى ساحة حرب، وكتب مدرسية مثيرة للجدل تنتشر بين طلاب الشمال. وفي قضية الليلة على رأس ساعتنا الثانية، تلفزيون سوريا في سماء سهل الغاب يرصد واقع المدن، النهب سيد الموقف والتعفيش يتجاوز المفروشات إلى حديد العقارات. أهلا بكم. 25 من شهر تشرين الثاني من كل عام مخصص للفت الانتباه حول الحد من العنف ضد المرأة بكل أشكاله الجسدية واللفظية. وفي سوريا ونتيجة زيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والتهجير، يزداد العنف تجاه المرأة على عكس ما يجب فعله، وهو تمكينها لتكون قادرة على النهوض بها لأنها عماد كل بيت. صحيح، ولكن في هذا التقرير لتلفزيون سوريا نرصد لكم قصتين لسيدات تعرضن للتعنيف الأسري على يد أزواجهن، وبسبب التعنيف كانت نهاية زواجهن الانفصال في ريف إدلب. عمري 34 سنة، متزوجة 18 سنة، عندي 5 أولاد. من أول ما تزوجت كنت أتعرض كثير للعنف، وبحكم المجتمع والعادات إنه اصبري وتحملي وبكرة بصير وبيمشي إن شاء الله حاله، والعنف ما تغير، هذا هو بالعكس زاد، خاصة بعد هالحرب وهالثورة بظل هالظروف الاقتصادية كثير سيئة. ما بقى أتحمل، يعني صارت كرامتي تجرحني كثير، إنه بيحكي مع كلام كثير بذيء، وآخر شيء ضربني وأثر كثير على رجلي، عمل لي إعاقة شبه دائمة برجلي. حطت أنا ببالي إنه الانفصال أفضل حل، لأنه كثير حكيت معه كثير تحاورنا، ما طلع مجال غير إنه الانفصال. تزوجت كان عمري 20 سنة، أخذت وحم الغاب، بعد جازتي بسنتين صار عندي بنت، صار يضربني ويقتلني، وصار ضرب هذيك الضيعة اللي كنا قاعدين فيها. نزحنا على دركوش، قعدنا بدركوش، قعدنا كلياتنا بخيمة وحدة، أنا وأمه وأخته كلياتنا قعدنا بخيمة وحدة. طلبت منه قلت يا محمد ما نعرف حسن أخو راحتي بالخيمة، بدي أقعد بخيمة لحالي. قام قال لي ما عندي قدرة إني أفتح خيمة لحالك. قام صار يضربني ويلكعني بالسكارة مشان ضل إنه معاه هيك. طلعت لبرا ما بقى أتحمل، طلعت لبرا أجى أخوه كمان قتلني وفرعني بالمخيم. لما قتلني وهذا مهتان عليه أبويا، صار يحكي علي، كنت بدي يجيبني ما حسن، ما في مجال إنه يجي ياخذني أبويا. قال اصبري كرمال عجانك، صبرت كرمال عجاني، وقامت أجت أخته كمان رجعت ضربتني على راسي، طلعت لي الدم بحطبة الزيتون، ضربتني على راسي. بعدين ما بقى اتحمل، راح ابويا جابني واخذوا لي ابني، كان عمره 4 أشهر ما فعلوا يعطوني اياه. بعد ما رضيت بفتره حالتنا الماديه تحت الصفر، تعبانه، وصرت اشتغل معاه بمكبس البلوك، اشتغل معاه اجبل له وهو يشيل ويدق، ضليت على فتره سنه يدق معاه بلوك، وهو يضربني ويقتلني ويزني، واخر الشيء ما بقى اتحمل. قمت اخذت عجانه وجيت، وهلق لك اني انا قاعده ببيت ابوي ومطلقه، اثر الضرب وهذا ما بقى اتحمل. شاهين ارسلت على سبيل المثال زوجك بتحسي بجعبه دائما احيانا معصب، ليش دائما مكروه؟ لاحظنا في الاونه الاخيره انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي وعلى العنف المنزلي والعنف ضد الاطفال، حتى لاحظنا حدث حادثتين قتل وحادثات
انتحار في المنطقة. السبب الظاهرة كان يعني أمر واضح، هو سبب التهجير والحرب وظروف الفقر والبطالة التي تنتشر في المنطقة. من لذلك أطلقنا حملة لتخفيف من معاناة النساء والرجال، أطلقنا حملة توعية تهدف إلى نشر الوعي لدى الذكور والإناث والفتيات والفتيان. طبعا أطلقنا تدريب الحماية والدعم النفسي الاجتماعي ورسائل التوكيد وإدارة الحالة. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو سيدة جمانة هبرة، وهي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دعم المرأة. مرحبا بك، ورئيسة مجلس إدارة اتحاد رعاية الأيتام ومنسق العلاقات العامة في جمعية عطاء. أهلا بك. وأيضا معنا عبر السكايب سندس فلفلة، وهي مدربة حماية ومختصة بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي من إدلب. مرحبا بك أيضا سيدة سندس. أبدأ معك سيدة جمانة، يعني تقييمك لحالة المرأة اليوم ونظرتك لها في الداخل السوري. هلا أين تتوزع المرأة؟ خليني أتكلم على المناطق اللي نحن أنها وصول. أنا هنا أمثل ثلاث جمعيات وأعرف تماما يعني المناطق الشمال السوري اللي إحنا يعني إنه وصول لها. فالنساء ما بين إما يعني ضمن القرى، جزء منها مهدم، جزء منها لا يزال قائم، وجزء من النساء هي لا تزال للأسف وسط 100 ويعني أكثر من 1450 مخيم عندنا في الداخل في الشمال السوري. يقطنهم يعني يقطن الشمال السوري 4 مليون، 2 منهم 2 مليون نازحين. فلك أن تتخيل حجم الضغط الموجود بهذه المناطق أصلا. فلما بتذكري النساء في المخيمات، أول ما بيتبادر لذهنك هو شكل الخيم. هي بصراحة يعني ما فيها أي ذرة من ذرات الخصوصية، هي عبارة عن مساحة ليست آمنة باختصار شديد، ما في باب يغلق عليها. فبهي المساحة ما في لها خصوصية مطلقا. يعني تشتكي معظم النساء أنه ما فيها عندها مطبخ، كل النساء تحلم بمطبخها الخاص. هذه مطبخها على الأغرب هو عبارة عن موقد صغير وبضع أواني خارج الخيم، يعني مهما كان الطقس برد شوب أيا كان وضعية الطقس، هي أيا كان وضع المناخ، هي بالأخير عم تطبخ بالخارج. لما بدأت تتحرك باتجاه هي أسرتها وأطفالها باتجاه الحمامات، على الأغلب ما في حمامات داخل الخيمة، ففي مسافة ما بينها وبين الخيمة. فإذا كان الجو برد أو كان حر أو كان الدنيا ليلا، بتخيلي أنت دائما هي في حالة خوف. فهذا بنجي للخصوصية. ولما نجي عم نحكي على الفتيات واليافعات بتصير الوضع أسوأ، فما في خصوصية أبدا، وأيضا ما بتتمتع بأي يعني أدنى مستوى الحقوق، لا أي حياة طبيعية. فهي يوميا في تحديات أنه تلاقي الأم تأكل أولادها، تحديات أنه كيف تتعامل مع هذا الظرف، كيف تتعامل وسط هالخيمة. بالإضافة أنها يعني خليني أقول هي تحلم ليل نهار أنه ربما أنا يأتي يوم وارجع لبيتي لمنزلي. فهذا الستريس اليومي وهي الكيفية اليومية والحياة اليومية بيخليها دائما بحالة إيش؟ مش بحالة طبيعية نفسية، عدم استقرار، عدم نفسي أمان. بالتالي أنت على طول بحالة معاكي شخص عنده مرهق نفسيا، عنده مشكلة نفسية. ليه؟ لأنه سنوات من الضغوطات اليومية والتحديات اللي عم تحاول أن تتواجهها. طبعا بعض الفتيات قدرت تتجاوز، بعض أن يتجاوز هذا الأمر من أنه تبني جزء من هاي الخيمة أو تعمل لها سقف أو إلى آخره، لكن هي تبقى ضمن مساحة أصلا وسط محيط كله ضيق، كله فيه ازدحام شديد. الأطفال وبدها تروح على المدرسة، بنات الصغار لما تروح بناتها تودي أولادها على المدرسة يومين أو تبعتهم، المناطق غير آمنة. أكثر الأطفال تعرضا يعني للأذى هي تخيلي في هالفترة اللي بيقضوا فيها الطفل ذهابا إلى المدرسة. وهنا تتكلمين حضرتك سيدة جمانة عن بيئة كاملة غير آمنة على المرأة وعلى الطفل، فما بالك أن تكون حتى تلك الخيمة اللي المفروض يكون فيها رجل يحميها، هناك رجل يعنفها، رجل لا يحترم حقوقها، وهو يعني موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم. هو كون الرجل أيضا يعيش في وسط هذه البيئة ضيقة، مساحة ضيقة، أنت عايشة أسرة كاملة مساحة ضيقة ما بتتجاوز المساحة اللي نحن قاعدين فيها ربما. فبالتالي كيف بده يكون الوضع؟ طبيعي هذا الضغط اليومي، هذا السترس اليومي. أنا بصراحة أنا مش عم برر إنه ليش الزوج عنيف، بس أنا عم أقول إنه المحيط هو بالكامل يشجع على زاد من التمرد، بالذات من حالات العنف وحالات الطلاق وحالات الأشكال العنف الشديدة اتجاه النساء بهي المناطق. خليني أقول لك، ابتداء من التحرش، الضرب، استغلال الجنسي، استغلال بالعمل، الوضع الاجتماعي السيء، نظرة الناس، النساء كيف ما عم تتحرك هي تحت المجهر. طب إذا كانت أرملة،
إذا كانت مطلقة فأنت بتضربي باثنين بثلاثة بأربعة. نعم رح نرجع نفصل فيهم واحدة واحدة سيدة جمانة، ولكن بدي انتقل لسيدة سندس. يعني مثل ما سمعنا في على المرأة بشكل عام في ضغط نفسي غير الضغط والعنف اللي عم تتعرض له، أنت كمدربة ومختصة بمدربة حماية ومختصة بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، كيف ممكن تدربي أي سيدة عم تتعرض لكل هذا النوع من الضغوط؟ تمام، هلأ ممكن ندربها على الضغط، ممكن نلاقي لها من محيطها بما يتناسق مع محيطها وقدراتها بإيجاد حلول بسيطة مثل أعرف الخدمات اللي نشتغل عليها كإدارة حالة، يعني كالملبس المغناية الطبية أو حتى المأوى الخدمات القانونية. لكن كل هذا للأمانة سيدة سندس للأسف ما عم نقدر نسمع صوتك بشكل واضح، سوف نعود الاتصال بكي. أستاذة جمانة، يعني مثل ما ذكرنا حالات كثيرة، حضرتك عندك بعض القصص إذا ممكن تحكي لنا. يعني دائما طبعا أنا في أسبوعين يصدر تقارير عن قصص داخل هذه المخيمات وداخل القرى المنكوبة. مثال، سيدة تتعرض للتحرش من قريب زوجها، إن اشتكت لزوجها قد يقتله، بالتالي تتوسع المشكلة، وإن اشتكت للسلطات المحلية قد تفضح، ونحن في مجتمعنا المرأة متهمة مباشرة، سيقال شوف شو عملت حتى هو عم يتحرش فيها. دائما هي متهمة بغض النظر، فشو الحل؟ هي في خيمة والخيمة ليس لها باب، وعندما يذهب زوجها يتحرش بها بغيابه أو يحاول التحرش بها، كيف تدافع عن نفسها؟ وأنت ستقدم الخدمة بدون أذى بدون ضرر، لأنه نحن كمؤسسات تعنى بالمرأة عندنا شعار أساسي No more harm، لا مزيد من الضرر. بدك تقدم الخدمة بدون مضرها، بدون ما شوه سمعتها، شو بدك تعمل بيك حالي؟ فطبعا كون في عندنا خبيرات ولهم سنوات متدربين، مثل الصبية اللي معنا الآن، هي صبية بتقولك متخصصة بالحماية، فهي مدركة تماما ومدربة على هاي الطريقة. نحن ببساطة اضطرينا ننقلها لمكان آخر ونقنع الزوج بقصة، اختلقنا له قصة ووجدنا له عملا في منطقة أخرى حتى ينتقل إلى مكان آخر، وبالتالي تبتعد مسافة كتير بعيدة عن هذا المتحرش وخلصت القصة بدون شوشرة. فنحن أصعب شيء بمجتمعنا أن المرأة متهمة أيا كانت المشكلة، صحيح. خاصة إذا كانت القضية لها علاقة بالتحرش، لها علاقة بالاستغلال الجنسي، لها علاقة، فهي أول من أبشع شيء نحن الآن عم نعاني منه. وما بتمنى، يعني بتمنى أنه الناس ما تنظر له على أنه هو ثقافة ونحن لازم تعودنا عليه والدين قال هيك. الزواج المبكر جريمة، زواج الصغيرات يا جماعة، يعني أنت ما بتتخيل قدي الحالات الطبية اللي فيها مشاكل من وراء أنه هي صبية صغيرة ليست معدة ولا مهيئة أصلاً للحمل والإنجاب، خاصة إذا عم نحكي بيئة مخيم وبيئة فيها أو قرية مهدمة أو لا تزال الأسرة بمنطقة ليست آمنة مطلقاً. أنت ما حليتي مشكلة إذا زوجتها، هي قد تعاني الأسرة من فقر وقد ترغب أنه بالزواج لحتى تخفف عنها عبء المصارف المادية، لكن هذه ستنتقل إلى مكان آخر وستنجب في بيئة أفقر. فبالتالي دائما لذلك البيئات المخيمات ليس فقط في سوريا، أنا عملت على المخيمات الفلسطينية، هي نفس القصص ونفس المشاكل ستتحول إن لم نوقف هذه المخيمات وتكون هي التارجت الهدف الأساسي لكل المنظمات، هي إيقاف المخيمات، أن لا نبني خيمة واحدة مرة أخرى، أن نبني بالعكس عملية نقل من الخيم إلى القرى السكنية وتنتهي قضية الخيام، وإلا ستتحول إلى أماكن موبوءة بكل الأمراض الاجتماعية البغيظة. طيب أستاذ جمان، هي ثقافة، يعني هو ما بس الوضع أنه المخيم هو اللي عم يفرض الزواج المبكر وهي الأمراض الاجتماعية، هي ثقافة مجتمع. تمام. يجب حل، يجب توعية بهذا الموضوع. بالضبط، لذلك لما نحن بنعرض برامجنا لا نتجه فقط للمرأة، لأنه أنت تكلمت مع المرأة مشكلتها ما حلت مشكلتها، مشكلتها مش ذاتها فقط، ليست أنه هي فقط ليست واعية، مجتمعها لا يستوعب وهو يفقد أيضا جزء كتير من قضية الثقافة وقضية الوعي كيف يتعامل معها. فلا يوجد حواضن بمجتمعاتنا آمنة للنساء، لا يوجد حواضن، لا توجد مساحات تنشئ المرأة أو الطفلة ببيئاتنا، أنا أتكلم الآن على المناطق الشمال التي نعمل بها، لا توجد أماكن تنشئ الطفلة بطريقة سليمة وهي أهم. بالتالي أنا أتجه لكل سلطات الأمر الواقع، أتوجه للمجلس الإسلامي،
الذي صدر عنه دار إفتاء أو تم انتخاب مفتي. هؤلاء لهم نفوذ، لهم تأثير، توجهوا إلى الداخل وأوقفوا كل ممارسات العنف، ليصدر بيانات تتكلم بوضوح عن أهمية وخطر ممارسة العنف ضد النساء. لما نسمع بأورفا قبل شهر تقريبا، قتل بنت الطفل اللي عمرها 12 سنة، كت عليها زيت وحرقها وتركها لتموت لأنها رفضت تتزوج رفيقه اللي عمره 70 سنة ولا ما بعرف شو عمره، وهو متفق معه انه ياخذ يعني مبادره ما بين الشخص العريس وابنته، فحرق ابنته للموت. لماذا لا نسمع اصوات تدين هذا الامر؟ يعني هناك تقصير واضح اذا لسلطات الامر الواقع، لسلطات الامر الواقع ولكل خلينا نقول رجال الدين. الناس بمئاتنا محافظه وتستمع لرجال الدين وصوتهم مسموع. هؤلاء نحن بحاجه لهم حتى نكون لنا اثر، نكون نحن منظمات المجتمع المدني وسلطات الامر الواقع ويدا واحده في هذه القضايا، لانهم هذه هي الفئه الافقر والفئه الاكثر هشاشه والفئه الاكثر تضررا. نحن عم نحكي عن النساء النازحات، عم نحكي عن النساء المعتقلات، عم نحكي عن النساء المعنفات، عم نحكي عن الايتام، عن الارامل، عن هذه افقر واسوا فئه هشه يعني مورس عليها ما قبل الحرب وبعد الحرب. للاسف يعني لا امانه في اعناقنا نحن كلنا، صحيح. ليست مسؤوليه جهه واحده ولا مسؤوليه سلطه واحده ولا مسؤوليه منظمات المجتمع المدني. سيده جمانه، تطرقت لنقطه مهمه وهي يعني اجتماع كل سلطات الامر الواقع مع المنظمات مع رجال الدين لوقف هذا الموضوع، لكن لم نجد الى الان اي صوت لهم على الارض، اي تنفيذ لما ذكرتي. سوف نعود لشرح هذه النقطه وللتوسع عندها، حقيقه نقطه مهمه اثرتيها، لكن سنعود للسيده سندس، اصبحت جاهزه معنا الان. مرحبا بك من جديد، تسمعيننا الان؟ أهلا بك سيدة سندس. كنت قد بدأت الحديث عن البرامج التي تقومون بها في منظماتكم من أجل دعم المرأة وحماية المرأة. دائما نسمع عن أن المنظمات تقوم بدورات، تقوم بورشات لدعم المرأة، ولكن على المدى الطويل لا نشهد أي تحسن بحال المرأة، لا نشهد أي مرأة اليوم تستطيع أن تقوم وتكون قوية أمام أهلها، أمام مجتمعها، وتقول أنا لا أريد. صحيح، فعليا هذا الحقيقه دائما نحن عم نطلب التوعيه في فئات المجتمع الاربعه من الرجال والصبيان والنساء والصبيان. وبالدرجه الاولى للرجال، كون الرجال هم محط اساسي او نقطه اساسيه بهذا الموضوع. للاسف حتى برامج التمكين التي تقام في الداخل السوري هي برامج غير كامله للاسف. يعني نحن كثير بدأنا بتمكين السيدات من خلال الأعمال المهنية والخياطة وما إلى ذلك، يعني أوترناها ووضعنا لها قالب محدد لهي السيدات والفتيات. لكن للأسف التمكين الاقتصادي بظل الظروف الحالية من حرب اقتصادي هو نقطة الضعف لدى السيدات. يعني امرأة تتعرض لعنف من الشريك الحميم بتقول لك ما فيني اترك، ما كان عندي بديل، ما في مصدر رزق أعيش منه، ما فيش أطفال في النهاية. يعني نقطة الضعف بتكون هي الحالة الاقتصادية للسيدة. برامج تمكين ناقصة عم ندرب وعم نمكن بهذا الموضوع، لكن بعد هيك عم نوقف القصة. يعني في كثير سيدات تعلموا ابدعوا بمجالات تعلموا فيها، لكن للاسف دعم اقتصادي ومشاريع ومنح صغيره لهي السيدات والاسر للاسف ما شفنا شيء على الارض. هي نقطه ضعف للامانه. يمكن مثل ما ذكرتي، هو موضوع الاستقلال المادي بيعطي المرأة أكيد كتير قوة وبتقدر فعلا تجابه يمكن كل هالعقبات اللي عم تواجهها. ابقي معنا سندس. أيضا يعني نود معاودة الاتصال بك. تلفزيون سوريا أجرى استطلاعا للرأي في مخيمات ريف إدلب حول ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال هذه المادة، نتابع. أكيد أنا ضد العنف للمرأة، لأنه هذا الشيء عم بيأثر بشكل عام على مجتمعنا وخصوصي في الشمال السوري. يعني الأزواج عم بيتخذوا الضرب وسيلة للعنف ضد المرأة، وهذا الشيء مرفوض لأنه عم بيسبب الانتحار للنساء، وهذا الشيء عم بيأثر على حياتهم الأسرية أو الزوجية، وعم بيصير في حالات أخرى من الهروب أو الانتحار للنساء بشكل عام في الشمال السوري.
طبعا أنا ضد العنف للمرأة، لأنه المرأة ما خلقت لتنضرب أو تتعنف من قبل زوجها أو أي حدا تاني. بالفترة الأخيرة بالشمال السوري صار حالات طلاق كتير، حالات قتل للنساء على يد أزواجهم، وهذا الشيء غلط. بجوز هو بسبب الحرب اللي عشناها، الحالة النفسية والضغوطات تؤدي المرأة للانتحار. نحن منطالب بجائحة حقوق المرأة، نوقف فيه النساء العالم كله بيوم واحد، نرفع أيادينا ونطالب بحقوقنا. هلا أنا ضد العنف ضد المرأة السورية. هو سبب العنف هو الظروف البيئية المعيشية اللي عم تعيشها المرأة السورية، من تشريد وعدوان، ومن مثلا حالات طلاق، الزواج المبكر أسبابه هو الفقر الشديد اللي بتعرض له النساء. فبتمنى أنا من بالنسبة للمرأة السورية تعيش حياتها كباقي النساء في العالم، تأخذ حقوقها الطبيعية بكل المجالات. سيدة جمانة، بالعودة إليك وموضوع الاستقلال المادي وأهميته على تقوية شخصية المرأة، على استقلالها، على قدرتها على منع هذا العنف الذي يمارس ضدها، كيف ممكن من خلال مثلا منظمات تدعم مشاريع مستدامة لتهيئة المرأة وعمل المرأة؟ نحن نربي بناتنا أننا نحن نعيلهم إلى الأبد، نحن نتخذ عنهم قراراتهم إلى الأبد. فالبداية هي من التربية. يجب أن نعلم فتياتنا كما نعلم أبنائنا الذكور أن تحاول أن تتعلم أن تتخذ قرارها بنفسها، وأن تكون هي مسؤولة عن نفسها، لأنه قد يأتي اليوم مثل ما حدث مع المرأة السورية، لا أحد بجانبها، فجأة وجدت حالة إما ببيئة غريبة خارج بلدها أو بمنطقة نازحة، وبالتالي هي ستتخذ القرار وهي غير مدربة على هذا الأمر، وقد تكون لا تحمل شهادة. هؤلاء أكثر الناس عرضة للاستغلال. بمجرد ما تعلمت مهنة أو كانت تحمل شهادة، بالتالي استطاعت أن يعني تجد لها عملا، بالتالي هي تستطيع أن تتخذ قرارها. أريد أن أسافر، أريد أن أتزوج، لا أريد أن أتزوج، لا أريد أن أسافر، أريد أن أعمل بهذه المهنة، لا أريد أن أعمل بهذه المهنة. تستطيع أن تتخذ القرار الأصوب. فإذا كان عندها أطفال، فبالتالي هي حتكون أكثر وعيا وأكثر قدرة على اتخاذ هذا القرار. فالبداية من البيئة، من التربية، ثم البيئة، ثم المحيط، ثم منظمات المجتمع المدني التي تقوم على التدريب الذي ينتهي بالتشغيل. وأن وافق السيدة زميلتي اللي ذكرت أنه هناك تدريبات لا تتوافق مع السوق، أو أن السوق لا تحتمل، أو أن السوق ضعيفة أصلاً، قدرة الشرائية جداً ضعيفة، فبالتالي هناك أصلاً بطالة وهناك ضعف حركة بالسوق. فبالتالي قضية أنك التدربية على مهنة ليست يعني مؤهلة لتنزل للسوق، هي مشكلة أيضا. فبالتالي هناك ضرورة أنه اختيار مهن يعني تتدرب عليها النساء، بحيث أنه فعلا مباشرة تجد عملا. أما قضية أنه لماذا لا نرى أثرا، كثير بيقول يا أخي عندنا شيء 2000 منظمة، ليش ما عملنا أي أثر؟ راح أضرب لك مثال سريعا. نحن في منظمة عطاء اشتركنا مع أكثر من جهة بصراحة لنعمل مشروع خاص بالناجيات من المعتقل، اسمه لأجلها. هذا المشروع وقيمته يعني ما بتتخيل، مبلغ ضخم بصراحة، لفقط ليقوم بعملية واحدة، تهيئة هذه الناجية من امرأة هي منهارة من الداخل، هي محطمة تماما، هي فقيرة، متقعة الفقر، هي جدا هشة، والمجتمع ينظر على أنها عار، ننقلها لا بتكون متعافية تماما. 5 برامج لهذه السيدة لترجع تأهلها مرة أخرى. طبعاً هي على المستوى النفسي، أنت عم تعملي لها دعم نفسي متخصص ومستدام 3 سنين. 2، عم تعمل تربية على مهنة هي بتحبها أو هي في عندها شيء من المهارات فيها. الأمر الثالث والأهم، المهنة مش شيء مثل ما تفضلت قبل شوي، هو شيء أمر مش مدروس. المهنة مدروسة بحيث مباشرة تشتغل. الأمر الآخر، في دعم إنساني مباشر، في صبايا بدون عمليات، في صبايا عندها حالات إنسانية جدا هشة وصعبة، في بيوت بدها تندفع أجرتها، ففي دعم إنساني مباشر، في دعم إرشاد. هي معنفة وعم بتمارس العنف على أبنائها، لأنه هي سبق هي مورس عليها العنف لفترات طويلة، تتعلم كيف ما تنقل هذا العنف لأولادها. ففي نوع من البرامج لبس ترجع تتأهل مرة أخرى. 250 صبية فقط في 5 مناطق في تركيا، لا دول الصبايا. إذا عم نقول 250 بنت، نحن عم نقول في عنا داخل سوريا 40,000 معتقلة، لنطلع يطلع منهم 5,000 خلينا نقول. متخيل العدد؟ ففي أنت عندك عم بتعافي 250 وأنت تارك الألاف.
فما بتشوفي الأثر. يعني هو لا ترى الأثر. قيسي على هذا الأمر على الأرامل وعلى الأيتام. قد تكفل نحن في مؤسسة عطاء نكفل 6,000 يتيم. طيب في عنا 1,200,000 يتيم يا جماعة. على بما أنك بدأتي بهذا الموضوع، خلينا نستفهم أيضا من السيدة سندس كونها عاملة بشكل مباشر مع هؤلاء النسوة، على أي أساس يتم انتقاء هال 250 على سبيل المثال من الآلاف؟ على أي سبيل، على أي أساس يتم اختيار عشرات السيدات دون غيرهن؟ تمام. هلأ غالبا يكون المعايير الأشد ضعف، يعني الأطفال الأيتام أو السيدات اللواتي يقودن أسر بمفردهن أو السيدات المعيلات، السيدات المهجرات، فبيتم الانتقاء غالبا على الأشد ضعفا في الفئات المجتمعية. لكن للأسف مشروع الأعداد هائلة فعلا ما بيبين الأثر للأسف، يعني بيتاخذ معايير لفئة محددة بينشغل عليها، لكن الباقي بيظل مهمش. مو مهمش بقصد التهميش أبدا، مهمش بسبب قلة الدعم لهي المشاريع التنموية الخاصة لدول السيدات. طب سيدة سندس، هذه البرامج التي تقدمونها أنتم وأي منظمة أخرى، هل تستطيع أن تكون رادعاً أمام ما يحصل للمرأة؟ يعني ذكرنا قبل قليل مع السيدة جمان أن هناك حالات مستشرية من التعنيف والتحرش وكل ما تتعرض له المرأة، وسببه هو البيئة المحتضنة لهؤلاء. وفي سبب أقوى للأمانة، هو غياب القوانين والسلطات الرادعة. المعتدي دائماً ما بيتحاسب أو ما بيتعاقب العقاب اللي عقد جرمه أو فعلته، ما في قوانين أسرية حالياً على الأرض للأسف. وهذا الشيء اللي بيخلي المعتدي دائماً يتمادى بممارسة العنف سواء داخل الأسرة أو حتى خارجها. بيئات الاكتظاظ، المخيمات، الاكتظاظ السكاني في المناطق محددة سواء قريبة من الشريط الحدودي أو بعيدة، فعم بيكون الاكتظاظ والاختلاط لفئات المجتمع وبيئات المجتمع المختلفة عم بيسبب كمان نوع من أنواع العنف. الأسواق مكتظة، فقدان الأمن والأمان، ما في ضابطة بالمخيمات، يعني غرار اختلاف الموضوع ببدايات الأزمة السورية أو الثورة السورية كانت في ضابطة، كان المخيم تحت إشراف معين، كان يوجه رسائل بالعنف للفتيات في هاي المواضيع، لكن حاليا انتشرت المخيمات العشوائية بسبب حالات التهجير الهمجي بسبب الحملات الهمجية اللي قام فيها النظام على بعض المناطق للأسف. نعم، سوف أعود إليك أستاذ سندس فيما يخص موضوع التحرشات الجنسية اللي عم تتعرض لبعض النساء وكيف ممكن تدافع عن نفسها. أستاذ جمانة، الاستغلال الجنسي موجود كتير للأسف بالمخيمات وبغيرها من البيئات الفقيرة للحصول على مساعدات، للحصول على دور أقرب ممكن لأي شيء. شو نصيحتك لهؤلاء السيدات اللي عم يتعرضوا لهيك نوع من الاستغلال الجنسي؟ لا، بداية خليني أقول لك شغلة، أنا ما بدي أعمل سوداوية حول يعني يبقى في شيء بالشمال السوري ميزة أن الناس بدأت تتحدث، أن الإعلام بالمرصاد سواء كان لمنظمات المجتمع المدني ولكل من يقدم الخدمة لهؤلاء النازحين واللاجئين، فالإعلام يترصد الأخطاء وهذا صحيح. جيد، وهذا أنا بعتبره يعني نقطة أو صفحة بيضاء أو ميزة بالشمال السوري أن الناس تتكلم. لكن قضايا التحرش هي الأمر لا يزال صحيح، ما حدا بيحكي فيها. إذا حدا يعني أي صبية تعرضت للتحرش ودخلت إلى الخيمة وحدثت والدتها بلم الموضوع الساكت. ليه؟ للسبب اللي ذكرته ببداية الحلقة، المرأة هي السبب، هي المتهم. فأفضل نصيحة لهدول الصبايا إذا كانت هي في مكان تعرف حالها عم تتعرض للتحرش ومزمن، وأخشى ما أخشى أن يكون أحد من محارمها أو حدا قريب منها قد يكون مصدر الأمان هو مصدر الاعتداء، هو عدم الخوف والتصريح. لمين؟ أقرب الناس لها، أقرب شخص تجده
يعني يستمع لها، إن لم يستمع يعني لم يكن من 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 أسرتها الضيقة، نعم. لتنتقل أقرب منظمة مجتمع مدني تعنى فيها عند برنامج الحماية. طيب. هناك غرف مخصصة تسمى إدارة الحالة، فيها برنامج واضح اسمه إدارة الحالة، تأتي بشكل سري وتكود اسمها. جميل. بشكل سري. للأسف نحن انتهى وقتنا، خلينا نحكي بس مع سندس عن هذه النقطة. بالنسبة لإدارة الحالة التي ذكرتها سيدة جمانة، شو ممكن شو بتعملوا أنتوا سندس؟ خبرينا. هلا بقى تيجي السيدة هي بتبلغ عن حالة تحرش أو أي نوع من أنواع العنف، بيتم استخدام فورمات محددة أو معينة تستعملها أغلب المنظمات، نتعامل معها بسرية من خلال الكود والرقم، بنحاول نقدم الخدمات المتاحة لنا حسب احتياجها للسيدات، بنحاول نضوي على نقاط القوة وندمجها ببرامج الدعم النفسي الاجتماعي، بنحاول تأمين احتياجاتها من خلال خارطة الخدمات بالتسويق مع المنظمات المتاحة على الأرض من المنطقة الواحدة، نوضع لها خطة سلامة في حالات العنف الجنسي أو العنف الجسدي أو الإيذاء أو الاستغلال. لكن تبقى المشكلة لحد الآن ضمن مجتمعاتنا نسبة معنا قليلة هي جرأة على الإبلاغ. يعني في حال كان زوجها هو من يضربها، سيدة سندس ماذا تستطيع أن تفعل؟ هل مرقت معك أي حالة؟ طبعا أول شيء بعمل له خطة سلامة، يعني كيف تحمي حالها أثناء الضرب، كيف تستعين بأحد الأشخاص الداعمين سواء من الأسرة المقربة أو الجيران حتى، كيف أنه وقت اللي تعرف أنه ممكن بهذا الوقت بسبب معين ممكن تأكل أو تعنف جسديا بالضرب، كيف ممكن تزيل الأدوات الحادة أو أي أداة ممكن تزيد الأذى والضرر عليها. للأمام شق قانوني ما في للأسف حتى هي أهم نقطة، يعني للأسف وقتنا انتهى، ولو أن الموضوع يحتاج لساعات وأيام للحديث عن كل تفصيلة تتعرض لها المرأة السورية في الداخل وحتى في مناطق أخرى. شكرا جزيلا لك سيدة سندس فلفلة، مدربة حماية ومختصة بقضايا العنف القائم على نوع الاجتماعي، كنت معنا من إدلب، ونعتذر عرداءة الصوت من المصدر. وأيضا أشكرك جزيل الشكر سيدة جمانة هبرة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دعم المرأة ورئيسة مجلس إدارة اتحاد رعاية الأيتام ومنسق العلاقات العامة في جمعية عطاء. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. فاصل قصير.